السلام عليكم. متى تقول في قراءة القرآن الله ومتى تقول الله؟ متى تفخم اللام ومتى ترققها؟ كثير من الناس ما يعرف كيف ينطقها ولا يعرف القاعدة فيها. القاعدة أن في قراءة حفص القاعدة أن لفظ الجلالة في كل القرآن مرققة، ما تقول يصلى الصلاة، لا، الصلاة يصلى، في كل القرآن مرققة، عدا في لفظ الجلالة إذا سبق لفظ الجلالة بمفتوح أو مضموم فقط. أوضح لكم الفكرة، خلكم معي. مثل الآن، مثل قل هو الله، هو الله سبق لفظ الجلالة بحرف مفتوح أو حرف مضموم، فزادهم الله، نصر الله، إذا سبق بمفتوح أو مضموم تفخم تقول الله، إذا سبق بمكسور بسم الله، قل الله، من دون الله تقول الله، كذا تنطقها بالترقيق.